يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بنكمل بال CNS introduction في الـ يعني الأدرينيرجيك أجونست. هل هذا التوبيك يعني أدرينيرجيك أجونست؟ أنا بدي أعكس اللي حكيناه بالفيديو الأولاني اللي كان بموضوع الأستاركولين والكولينيرجيك. إحنا هون في توبيك الأدرينيرجيك، يعني أنا بدي أعمل ميميك أو أنا بدي أعطي أجونست يشتغل أو إنه يقوم مقام الإبنفرين أو النور إبنفرين. طبعا اذا بنزل شوي بنعرف، اذا بنزل من هون بنعرف انه الماب مهم كتير. الماب تبعتنا هي البادي والاورجنز، مهم جدا. لو كبرت شوي السكرين بطلع مثلا انا بطلع الاي، الاي مكتوبه بالريد، بطلع اللنج، كل شيء رد هو باخذ يعني انرفيشن من هذا السمباتيك سيستم او يعني الادرينرجيك سيستم. رح ناخذ الميجر اورجانز، رح نحكي الاي. طبعا لما بيجي نور ابينفرين في الاي بشكل عام رح نعمل شيء اسمه احنا يعني مدرياسز. هل هذا المدرياسز يعني توسع في كمان البيوبل. اللانجز مهم جدا عندنا، اللانجز لما نعطي اجونست رح نعمل برونكو دايليشن. بهمنا جدا الهارت لما النور ابينفرين او يعني الابينفرين بيشتغل في البيتا 1 ريسبتور زي ما هنشوف رح يعمل انكريز في الهارت ريت وفي الكاردياك اوتبوت. رح ننزل اكثر شوي، رح ناخذ هلا لو دخلنا بالنيرفز اكثر. مش عم بزبط هون. اوكي لو نزلنا شوي، اوكي هون هاي الصفحه مشهوره بكتاب ليبينكوت. اول شيء ما راح اطلع عليها، راح اشوف اول لاين، راح اشوف اللي هو بلكي انه شوي بتبع للفيديو السابق الباراسمباتيك او الكولينيرجيك. في عندنا زي ما حكينا المره الماضيه هذا النيرف الاولاني وهذا النيرف الثاني، هذا اسمه بري جانجليونيك، هذا البوست جانجليونيك. هي الاستالكولين هو يعني الاجونست هناك على المسكارينيك ريسبتورز اللي حكيناهم المره الماضيه. السمباتيك بنفس الطريقه كمان، اول نيرف ثاني نيرف بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، وهي الجانجليا، وهي بعدين النور ابينفرين بيجي كاندوجينس لايجند او يعني الاجونست الطبيعي مع يعني الادرينرجيك ريسبتور. هلا هذا الادرينرجيك ريسبتور ممكن يكون تو تايبس عندنا، يا بده يكون اسمه الفا ريسبتور او بيتا ريسبتور. الالفا ريسبتور موجود باورجنز معينين والبيتا ريسبتورز موجود كمان باورجنز معينين. بس لو بتطلع بشكل تفصيلي اكثر راح الاقي اوكي بالسمباثيتك، هي السمباثيتك مزبوط انه النور ابينفرين هو اللي بيعمل لي الشغل بالاخر مع الاورجنز. بس نطلع على الجانج على الجانجليونيك سبيس او على السينابس، في الاسيتايل كولين موجود ونفس الاسيتايل كولين موجود بالباراسمباتيك. هل يعني انه السمباتيك مش سمباتيك؟ لا، السمباتيك ليش سميناه سمباتيك او ادرينرجيك؟ لانه انا what really matters for me is this one اللي هو النور ابينفرين مع الافكتور اورجان. طيب ضل في عندي لاين يعني ثالث، في عندي اورجانز مثل الادرينال ميدلا، هذه اكزامبل على اورجان بس باخذ انرفيشن فقط من السمباثيتك، يعني هو فقط ادرينرجيك. لو طلعنا على النيرف بيجي 1 نيرف يعني لغايه النيكوتينيك ريسبتور في الادرينال ميدلا، كمان اللايجند او الاجونست هون هو الاسيتايل كولين. هذا طيب ايش صار بعد هيك؟ بعد هيك راح يصير بعد هذا يعني الاكتيفيشن مع انه ثرو الاسيتايل كولين عمليا راح يصير في عندي انا سكريشن للابينفرين والنور ابينفرين من الادرينال ميدلا على الدم، على مجرى الدم، على البلد ستريم، راح يروح ثرو ذا بلد سيركوليشن ويروح بيشتغل مع نفس الشيء يعني ادرينرجيك ريسبتورز، بس ما راح يكون واصله through the CNS direct، راح يكون واصلهم الابينفرين من البلد ستريم واللي جابها من الادرينال ميدلا. فهذه اكزامبل على اورجان بس باخذ انرفيشن من السمباثيتك. اوكي
طبعا الموضوع كتير كبير وكومبلكس، احنا نحاول بـ 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 بهذا الفيديو ناخذ الماكسيمم منه. هاي السلايد لو انزلت شوي فيها كمان شوي، طيب راح اخذها على تو بارتس او شوي اطلع فيها. هاي السلايد بتحكي على اللايف سايكل تبعت الابنفرين او النور ابنفرين بشكل عام. هذا النيرف اللي هو يعني هون النيرف وتحت هو بيكون الاورجان، يعني مثلا هذا البوست جانجليونيك نيرف وتحت احكي الاورجان ممكن يكون الهارت. بهمني الستبس اللي فيها بتصنع النور ابنفرين واللي فيها بصير له سايكلينج، لانه هاي الستبس هي بالنسبه لي بالتوبيكال فارماكولوجي بتشكل لي انه فارماكولوجيكال يعني بوينتس بقدر اشتغل عليها، بقدر اتلاعب ببعض الستبس، بقدر اعمل انهيبيشن لبعض الستبس اند سو فورث. نبلش من عند السينثيسز. السينثيسز تبع النور ابنفرين بهاي الستب، خلينا ناخذ لون بلاش اسود، نحكي لون احمر على اساس انه يعني ادرينرجيك. السينثيسز دائما انا في عندي بريكيرسر، يعني اللي الماده بريكيرسر اللي انا بصنع منها بالغالب حيكون التايروسين. هذا هو التايروسين اللي هو اول يعني اول ستيب في السينثيسز، بصير يتحول بفاريوس ستيبس بعطيني دوبامين. الدوبامين بخلص بالإين ونفس وزن النور إبنفرين. أوكي، نحطهم على جهة، دوبامين والنور إبنفرين. هلا هدول من عائلة اسمهم كاتيكول أمينز. طيب الدوبامين تصنع بالنيرف. هلا الدوبامين إذا ضلوا لحاله في السيتوبلازم مشكلة، بصير في عليه أتاكس، بصير في عليه بريك داون. من مين بريك داون؟ من إنزيم اسمه MAO ماو، مونو أمين أوكسيديز، راح أرجع له بعدين لأنه مهم كتير. فعشان السل أو السيستم بحمي المادة اللي صنعها المهمة جدا اللي هي الدوبامين، راح يدخلها جوات الفيزيكل. الفيزيكل هاي داخلها حيتحول الدوبامين الى نور ابنفرين، فهم التنين كتير يعني انه قراب على بعض وبشبهوا بعض. بالاخر تخزن عندك بهاي الفيزيكل الحويصرة، خلينا نسميها النور ابنفرين. هلا لو بنزل شوي صغيرة راح يصير في سيجنال لهاي السل انه بليز افرزيلنا نور ابنفرين، بدنا نشغل الهارت. فحيجي كالسيوم انفلكس من هون، راح يعمل ستيميليشن لهذا الفيزيكل، راح يعمل اكسكريشن او راح بلاش يعني كلمه هاي مش كتير مزبوط، راح يعمل افلكس او راح يعمل اكزيت لعدد كبير من هاي المولكيولز اللي هم الزرق اللي هم النور ابنفرين. هون انا بحكي الاورجان، خليه نسميه الهارت مثلا هذا البيتا ريسبتر البيتا 1 اللي في الهارت مثلا. هاي النور ابنفرين صار في عليه سكريشن، انتقل من البوست جانجليونيك نيرف للإفكتور أورجن. طيب شوف ايش راح يصير، عنده احتماليات هذا النور ابنفرين. اول احتمال يعمل لك بايندينج مع الريسبتر تبعه، هذا هو الطبيعي تمام. الريسبتر تبعه اسمه ادرينرجيك ريسبتر، يا حيكون بيتا او الفا. طيب في احتمال تاني راح يرتبط مع الريسبتر تبعه، في عنده هون ريسبتر تاني موجود بنسميه بري سينابتيك، هاي اسمها سينابس، هذا الريسبتر اسمه بوست سينابتيك، هذا الريسبتر اللي قبل السينابس بنسميه بري سينابتيك. فيا اما راح اول احتمال راح يجي مع البوست سينابتيك يشبك معه يعمل لي شغل معين، يعني اذا هارت تعمل لك تاكيكارديا، اذا بلاد فيسل يعمل فازو كونستريكشن، إذا بيوبل يعمل مثلا مدرياسز، إذا لانج يعمل لك برونكو دايليشن. وممكن الاحتمال الثاني يجي مع البري سينابتيك ريسبتر. أوكي، هل القاعدة إنه البري سينابتيك ريسبتر هو بيشتغل عكس البوست سينابتيك؟ يعني أنا بحكي في تشابتر إشي اسمه أدرينرجيك أغونيست. الأدرينرجيك أغونيست رح يرتبط مع الأدرينرجيك ريسبترز، يعني رح تزيد الأدرينرجيك أكتيفيتي، يعني راح يزيد السمباتيك اكتيفيتي. هذا البريسينابتيك ريسبتر راح يعكس الادرينرجيك اكتيفيتي، يعني كانك معطي انتاغونيست
بس هو الدواء إذا ارتبط كأجونست على presynaptic receptor. في واحد مشهور اسمه ألفا 2 receptor. أوكي اللي يعني لما بعمل له activation الألفا 2 receptor أنا بالنت result رح أوقف هذا الباثوي كله. فيعني ألفا 2 agonist رح يشتغل anti adrenergic. يعني في دواء مشهور كتير بالزمانات كان اسمه طبعا لهلا اسمه كلونيدين مثلا. كلونيدين هذا ألفا 2 agonist بستخدمه مثلا كنا بالزمانات نستخدمه بعلاج الضغط لأنه لما يعمل اكتيفيشن مع الألفا 2 ريسبتر راح يوقف إنه الفلو راح يوقف السكريشن للنور إبنفرين راح ينزل الضغط. صفى عندي أنا البوست سينابتيك ريسبتر البري سينابتيك ريسبتر. هلا أنا عندي في منطقة الساينابس الساينابس هاي عندي إنزيم اسمه كومت COMT. شو الكومت؟ كومت اسمه كاتيكول أو ميثايل ترانسفيريز موجود أكتر إشي في منطقة السينابس. طب هذا شو بيعمل؟ هذا إنزيم بيعمل بريك داون للكاتيكولامينز. زي مين الكاتيكولامين؟ زي نورابينفرين وزي الدوبامين مثلا. فيعني هذا الإنزيم موجود هون ليش؟ عشان أول ما يخلص النور إبنفرين البايندينج والأجونيزم وكل الشغل تبعه ما لازم يضله في يعني activating receptor forever. فإتس action should be stopped. How it's يعني mainly stopped through COMT. COMT هو ال COMT. أوكي هذا إنزيم بيعمل break down. أوكي إيش بعطيك؟ بعطيك inactive substances that are excreted throughout urine. يعني إذا أنا بركز أنا عندي 2 enzymes تعمل break down للنور إبنفرين كان الماو والإنزيم الثاني اسمه كومت. طيب أنا بحكي في الشابتر هاد بدي أعمل أو بدي أعطي adrenergic agonist. يعني أول استراتيجي لإلي أجي أصنع أنالوج أو موليكيول بشبه النور إبنفرين إله أفينيتي مع الأدرينيرجيك ريسبتر بشتغل مكانه. وهذا الحكي مزبوط. هدول بنسميهم دايركتلي أكتينج أجونست. الحل الثاني يكون إندايركت. إندايركت كيف؟ يا بنعمل دواء بمسك الماو من هون أو بمسك الكومت من هون بعمل لهم إنهيبيشن فصار كلاس اسمه ماو إنهيبيترز أو كومت إنهيبيترز. طيب تمام معناته يعني بس هيك؟ لا في تشويس تاني إني أنا أعطي ميديكيشنز بتزيد من الريليز للنور إبنفرين من عند الفيزيكل زي كتير هلا ميديكيشنز بدنا نشوفها مع بعض. فأنا لما أحكي بتوبيك اسمه أدرينرجيك أغونيست راح أعطي دراجز تزيد من هاي الاكتيفيتي. هلا بغض النظر شو كانت الميكانيزم لهاي الميديكيشنز دايركت او اندايركت او ميكست للطرفين فانا بزيد السمباتيك اكتيفيتي او بزيد السي ان اس اكتيفيتي. اوكي طب لو بدي انزل شوي كمان رح نطلع انه بهدول الريسبتورز تبعون الادرينرجيك سيستم مين هم؟ هم تو بيج تايبس وجدا بهمونا. أول واحد اسمه ألفا ريسبتر، الثاني اسمه بيتا ريسبتر. هلا بحكي لك examples على molecules بتسوي لك binding عليه. يعني الألفا ريسبتر بيشتغل معه نور إبنفرين بيشتغل هون معه بس مش كتير مبينة إبنفرين. وفي كمان molecules يعني سوينا إحنا synthetic اسمه isoproterenol هذا كمان agonist. لاحظ انه الالفا ريسبتر اكثر افينيتي اكثر شيء بحب الابينفرين واقل افينيتي مع الايزو بروترينول بس بيشتغلوا بكل الاحوال. اذا اخذنا البيتا على الجهه الثانيه البيتا ريسبتر مهم جدا بصراحه. عندي بيتا هون ريسبتر ونفس الموليكيولز وعندي ذا هايست افينيتي تووردز الايزو بروترينول. هلا الكي مسج اللي بدي اخذها لغايه هلا اذا بنزل كمان اكثر إذا بننزل وبنشوف هاي كمان مرة بتركز لك على موضوع الألفا 2 ريسبتر اللي هو كان بري
سينابتيك ريسبتور لما اعطيه اجونست للالفا 2 كاني بعطي انتي ادرينرجيك. اوكي اذا بنزل اكثر بليز. اوكي هاي السلايد كثير مهمه. هاي هي الماب تبعتنا بالسيستم هذا الادرينرجيك سيستم. بهذا الادرينرجيك سيستم انا عندي حكيت الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور. الالفا في منه سب تايبس، في الفا 1 والفا 2، والبيتا اشهر اثنين عندي بيتا 1 وبيتا 2. الاساسي في هذا الموضوع اني لازم اكون عارف الاورجنز وكل اورجن مين هو الريسبتور. يعني اذا بنزل شوي اكثر عشان اشوفهم اكثر، اذا بقدر اشيل هاي ما بعرف صعب. طيب انا بقراهم هون. الالفا 1 ريسبتور، الالفا 1 لو حطينا الفا 1 هون بس لو سمحت محمد شكرا. الالفا 1 اكثر مكان مهم لنا موجود فيه الالفا 1 هو البلد فيسل. هاي نحطه بالاحمر بلد اوكي بلد فيسل اكثر شيء بيهمنا. لما نعطي اجونست للالفا 1 انا بعمل اكتيفيشن للالفا 1 اللي موجود في السموث ماسلز في البلد فيسلز. يعني انا بعمل كونتراكشن في السموث ماسل، الريزلت هي فازو كونستريكشن، يعني بزيد التوتال بيريفيرال ريزيستنس وبرتفع عندي ضغط الدم increased blood pressure. طيب نعمل كمان شيء اسمه حكيناه pupil dilation، يعني شيء اسمه mid رياسز. هذا تتذكر كان الاتروبين بالانتيكولينرجيك كان يعمل نفس الريزلت بس على المسكارينيك ريسبتر. يعني راح استنتج انه الاكشنز للادرينرجيك اجونست تكافئ او هي تقريبا نفس الاكشنز للانتيكولينرجيك. يعني مثال بالانتيكولينرجيك حكينا في ابروتروبيوم والتيوتروبيوم، هدول كانوا بيعملوا برونكو دايليشن. البيتا 2 ريسبتور عندنا اكثر شيء موجود باللنج، لو لوناها باللون الازرق البيتا 2 باللنج. يعني انا اعطيت الانتي كولينرجيك الابروتروبيوم والتيوتروبيوم كان يعمل لي برونكو دايليشن. لما اعطي المريض بيتا 2 اجونست هدول كمان بيعملوا برونكو دايليشن زي ما بنشوفها هون برونكودايليشن. يعني هي مثل عندي انا الكولينرجيك والادرينرجيك، بالكولينرجيك عندي الاجونست والانتاجونست، والادرينرجيك عندي الاجونست والانتاجونست، وهدول اربعه بارتس. وكل يعني الانتي كولينرجيك بقابل بهذا الفيديو ال يعني الادرينرجيك اجونست، هدول اثنين لبعض اولموست بيكون، وكمان نفس الشيء بالعكس. لو اخذنا الالفا 2 ريسبتور، الالفا 2 ريسبتور هذا الاكزامبل على الريسبتور اللي هو بري سينابتيك، ولما يصير له اكتيفيشن بالاجونست راح يعمل لك انهيبيشن فور نور ابينفرين ريليز، انهيبيشن كمان للاستاركولين ريليز، وكل شيء بده يعمل له انه يعني سبريشن او يعني اوكي انهيبيشن الانسولين كمان بصير في عليه سبريشن. يعني مريض اخذ الفا 2 اجونست ضغطه راح ينزل. ليش؟ لانه انا عملت ستوب للسيكريشن للنور ابينفرين، صح؟ وايش صار في موضوع البلاد شوجر ليفلز؟ اذا نزل عندنا الانسولين راح يزيد عندي البلاد شوجر، فراح يصير ممكن يصير هايبر جلايسيميا مثلا. طيب لو نحكي على البيتا، البيتا مهم جدا واهم شيء البيتا 1 والبيتا 2. البيتا 1 موجود في الميوكارديوم، يعني في الهارت، بالهارت اهم المحلات، والكدني، هي الكدني. اوكي يعني بالهارت لما نعطي بيتا 1 اجونست، يعني سواء الاندوجينس ابينفرين نور ابينفرين، اعطينا احنا من عندنا موليكيول زي الايزوبرو ترينول راح يشتغلوا كلهم نفس الشغل، راح يزيد لك الهارت ريت تاكيكارديا مثلا، راح يزيد لك الميوكارديال كونتراكتيليتي،
هاي ثرو البيتا 1 اللي موجود في الهارت يعني مايوكارديوم. اذا البيتا 1 اجونست اعطيناه كمان راح يشتغل في البيتا 1 ريسبتور اللي بالكدني راح يعمل لي اكتيفيشن للرنين. الرنين هذا كورنر ستون فيري امبورتنت يعني توبيك بالهايبرتنشن وان شاء الله بنحكي عنه بشكل منيح بالنيكست فيديوز. البيتا 2 حكينا اللنجز اهم اورجان هو اللنجز لهم. طيب لو انزل كمان شوي واطلع لسه احنا ما حكيناش ادويه كمان مره مراجعه لما اشتغل في الادرينرجيك اجونست يا عندي دايركت اكشن ادويه نصنفهم ك دايركتلي اكتنج زي الابينفرين والنور ابينفرين والايزو برو ترينول او عندي ادويه اندايركت يا كومت انهبيترز او الماو انهبيترز او ادويه بتشتغل بتزيد الريليز للنور ابينفرين او ادويه كلاس هو بيكون ميكس اكشن يعني بيشتغل دايركتلي اكتنج مع البوست سينابتيك وبيشتغل كمان بالاذر واي راوند. طيب في التكست بوك في كتير اسماء دراجز 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 احنا بدنا نركز على بعضهم. لو اخذنا دواء زي الايزو بروتورينول هذا كان له افينيتي اعلى على البيتا 1 ممكن يتاخذ كاي في انفيوجن في حالات الكاردياك شوك تقريبا اليوز اوف ذيس ميديكيشن زي ما انتو يو ويل سي ان يور تكست بوكس ابينفرين نور ابينفرين بلا 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 هدول كلهم بيدخلوا في الكارديوفاسكولار سيستم يعني بحالات الهايبوتنشن بحالات الكاردياك شوك وي كان يوز ذيم اي في بالغالب عشان انه احنا نزيد من الضغط ونزيد من الكاردياك فانكشن. طيب هل في عندنا اذر يعني كلاس مهم؟ يس وي هاف. لو اخذنا الوايت بورد وطلعنا على very important class عندنا class من المديكيشنز نعملهم بهذا اللون هم البيتا 2 agonists. هدول تقريبا very commonly used هدول medications everyday used. طيب what are their indication؟ هذا الانديكيشن هو بالازمه هذول هم دراجز اوف تشويس. طب كيف بيشتغلوا بالازمه؟ البيتا 2 ريسبتور موجود باللنج اصلا النور ابينفرين لما يرتبط مع البيتا 2 ريسبتور بيعمل اكتيفيشن اوكي بيعمل انه ريلاكسيشن في السموث مسلز في البرونكيولز فبيعمل سموث مسل ريلاكسيشن وين بالبرونكيولز اوكي يعني اذا هي القصبة الهوائية مثلا ضلها تتفرع هدول هون عندنا سموث مسلز في هون سموث مسلز اذا كانوا كونستريكتد المريض راح يصير عنده برونكو كونستريكشن او اذا كان ريلاكسد البيشنت راح يشعر ب انه